الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له. أما بعد، هذا كتاب روض الرياحين في حكايا الصالحين، تأليف عفيف الدين أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ثم المكي، المتوفى سنة 768 للهجرة. هذا الكتاب طبع المكتبة التوفيقية. في هذا الكتاب في الصحيفة 424 يقول: قد ذكرت عقائد أئمتنا رضي الله عنهم، فأنا أذكر الآن عقيدتي معهم على جهة الاختصار وحذف حجج الأصوليين النظار، فأقول وبالله التوفيق الذي نعتقد أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها، وأن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك نعتقد ما اعتقده العارفون والعلماء العاملون أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن الحلول والاستقرار والحركة والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته. لا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان تعالى عن الجهات والأقطار والحدود والمقدار، لا يحله شيء ولا يحل في شيء. انتهى، والحمد لله رب العالمين.